في حال اليوم في 30 نوفمبر 2012 يعني 10 سنين دابا خرجت الويو في أوروبا، وبحكم هنا في المغرب كنجيبوا لي كونسول أوروبيان. داكشي علاش اختاريت هاد لادات باش نهضر لكم على الويو في هاد الفيديو، كيفاش ما كانتش كونسول ناجحة لنينتندو وما تباعتش مزيان، وكيفاش ولات عندي أنا واحدة من أحسن لي كونسول. بقاو معايا. لا ويو خرجت في الأول في أمريكا الشمالية في 18 نوفمبر 2012، ومن بعد 12 يوم في أوروبا في 30 نوفمبر، عاد في الجابون في 8 ديسمبر 2012. دونك إلا لاحظتوا التواريخ كاين شي حاجة غريبة هنا، لحقاش نينتندو شركة يابانية، دونك من العادي والمتوقع أن أي كونسول ديالهم تخرج في بلادهم في الأول. وداك شي اللي كان من ديما مع نينتندو، ديما الجابون هو الأول، تبعه أمريكا الشمالية عاد أوروبا. إمتى بدأ التغيير؟ ملي خرجت الوي، حيث بدات في امريكا الشماليه هي الاولى في 19 نوفمبر 2006، عاد خرجت في الجابون في 2 ديسمبر 2006، دونك 3 سيمانات تقريبا، ومن بعد في اوروبا في 8 ديسمبر 2006، يعني 6 ايام مورا الجابون. هنا نينتندو بدات كتنهج السياسه ديال الانفتاح على العالم، هادشي راجع ليدرشيب والديريكسيون ديال ساتورو ايواتا اللي ولا بريزيدون ديال نينتندو من 2002 ملي هيروشي ياماوشي خدا التقاعد ديالو. ياماوشي كان محافظ بزاف، ايواتا كان من الجيل الجديد اللي عارف البوتونسيال ديال الانفتاح على المارشيات اخرين. داكشي علاش نينتندو كبرات بزاف بواحد الطريقه كبيره ابتداء من 2003 مع الدي اس والوي. لا ويو هي سادس كونسول دو سالون ديال نينتندو، واول كونسول كتسيبورتي الاش دي والهوت ديفينيسيون بالنسبه ليهم. الويو داخله في الويتيام جينيراسيون ديال لي كونسول، واللي فيها ايضا البي اس 4 والاكس بوكس 1، وداخله فيها ايضا تا السويتش، وغنشوفوا علاش. لا ويو هي اول كونسول ديال الجينيراسيون الثامنه، سبقات البي اس 4 والاكس بوكس 1 اللي ما خرجوا حتى لنوفمبر 2013، يعني عام مورا الويو. لو نون دو كود ديال الكونسول فاش كانت كديفلوبا هو بروجيكت كافي. علاش هاد التسميه؟ حيت تو سامبلومون سي بي يو او البروسيسور سنترال اللي في الكونسول سميتو اسبريسو ديال اي بي ام، و جي بي يو او البروسيسور جرافيك سميتو لاتي ديال اي ام دي. دونك بقاو في لو تيم ديال القهوه او كافي. ومنين جات سميت الويو؟ لي رومور بداو كيسيركوليو على لا كونسول الجايه ديال نينتندو مورا الوي ديجا من 2010. كلشي كان عارف بلي نينتندو غادي دير كونسول كتسيبورتي ال اتش دي، داكشي علاش كانوا كيقولوا ليها في الاول وي اتش دي. في 2011 فين اون سورس ريفيلات لو نون دو كود ديالها بروجيكت كافي، وحتى الصيف 2011 في الاو 3 عاد نينتندو عطات لو نون اوفيسيال ديال الكونسول وي يو، وغادي نرجع لهاد السميه من بعد. نينتندو حبسات البرودكسيون ديال الويو في العالم كامل في 31 جانفي 2017، يعني غير شهرين قبل ما تخرج السويتش. هذه ايضا شويه غريبه لحقاش نينتندو واغلبيه تاع الشركات اللي كيديروا لي كونسول ما كيحبسوش البرودكسيون ديال الكونسول واخا كتخرج كونسول جديده، كتبقى الكونسول قديمه كتخرج، حيت غالبا كيبقاو يخرجوا فيها دي جو واحد عامين او 3 سنين من بعد. دونك كان من الواضح ان نينتندو بغات تسالم على ويو نهائيا باش تخلي المجال السويتش، وداكشي اللي داروا، وكلنا كنعرفوا النجاح ديال السويتش. هذا كيعني ان لا ويو دوزات 4 سنين في الدوغي دو في ديالها من نهايه 2012 حتى بدايه 2017، وهذه اون دوغي ضعيفه شويه بالنسبه للكونسول. الويو ما باعتش مزيان فحال الكونسول اللي قبل منها، لا علاقه المبيعات ديال الوي مع لا ويو، فرق كبير بزاف، وغادي نرجع ندوي على الاسباب من بعد. نينتندو دارت ديزاين سامبل الكونسول ديالها، ديزاين يمكن سامبل بزاف حتى لدرجه انه كيبان فحال شي ليكتور ديسك اكسترن ديال البي سي ولا غرافور اكسترن، ما كانش ديزاين مميز نهائيا، داكشي مينيماليستيك عندها قنات دايرين والفينيسيون غلوس. ولكن من جهه اخرى اللي مميز في الكونسول هو لا مانيت او الجيم باد. هاد الجيم باد اللي هو المانيت برينسيبال ديال الكونسول فيها ان تاتش سكرين، يعني اكرون تاكتيل، زائد لي بوطون دو ستيك انالوجيك، وغادي نرجع للجيم باد اون ديتاي. الويو ريترو كومباتيبل مع لي جو وي، هادي كانت من احسن الحوايج اللي كدير نينتندو، وماشي غير لي جو وانما حتى لي زاكسيسوار. لي جو دونك يقدروا يتلعبوا بالجيم باد ديال الويو او بالويموت والنونشاك الا كان سيبورتي، البالانس بورد، الكلاسيك كنترولر العادي او البرو، او ان كومبينيزون ديالهم ايتترا على حسب الجو. الكونسول كتسيبورتي الاونلاين وكتستعمل الواي فاي باش تكونيكتا الانترنت، ما فيهاش بور انترنت دونك ما يمكنش الواحد يستعمل كابل غيزو. نينتندو كانت ديجا دخلت لعالم الجو اونلاين من دي اس والوي بالبلاتفورم ديالها نينتندو نتورك،
وكريات ان سيرفيس لويو سميتو ميفيرس فحال ان ريزو سوسيال كونسول باش يتجمعوا فيه لي جوور اون لين ويتبادلوا دي ميساج ودي كونتوني فوس دي كوميونيتي سبيسيفيك ايتترا. الكونسول كتسيبورتي ايضا الفاست انترنت ولكن خاصها ان اكسسوار اللي كيتباع سيباريمون. الا مثلا بغينا كونيكسيون ستابل فيا كابل ريزو انترنت، الا عندنا مثلا الواي فاي ميت شويه او لا ما كاينش كاع. الكونسول كتستعمل لي ديسك كوم ميديا دو ستوكاج لي جو ديالها، ماشي دي في دي وماشي بلوراي، وانما ديسك اوبتيك ويو اللي هو واحد فورما سبيسيفيك ديال لي ديسك كتقراه غير الكونسول ويو، واللي كيوصل في الكاباسيتي ديالو ل 25 جيجا. الكونسول كتقرا ايضا لي جو وي اون ديسك كيف ما قلنا، ولكن ما كتقراش لي ديسك جيم كيوب. لا ويو كتستعمل ايضا ديستريبيوشن ديجيتال او نيميريك عبر نينتندو اي شوب اللي فيه ايضا دي جو دي ال سي ديمو ايتترا، دونك كاع الكونتوني ديماتيرياليزي الكونسول. الويو ما كتقراش لي دي في دي والبلوراي ولي سي دي اوديو، يعني ما غاديش تقدر تستعملها كليكتور الافلام مثلا او الميوزيك. اول حاجه كتبان في الجيم باد ملي كتشعل الكونسول هو المنيو ويو اللي هو الداشبورد ديال السيستم واللي فيه دي زيكون ديال كاع لي زابليكاسيون ولي جو لي انستالي فيها. الديزاين ديال المنيو ويو تانسبيرا بزاف من ديزاين ديال المنيو وي و 3 دي اس. في التلفازه كتبان الورا ورا بلازا اللي هي واحد ليسباس او ساحه اللي كيبانوا فيها ديمي او دي زافاتار ديال لي جوور اخرين اللي كيتحركوا كيهضروا على دي جو اللي ديجا لعبوا فيهم او على دي نيوز الا كانت الكونسول كونيكتي للانترنت. كيبان فيها ايضا دي كومونتير من الميفيرس اضافه للمي ديال الجوور ديالنا وكلكو زيكون ديال دي زابليكاسيون، وممكن سويتشيو لا فيو ما بين الجيم باد والتلفازه. ما بين لي زابليكاسيون اللي كيبانوا انستالي في الكونسول كاين لوي مود واللي هو تو سامبلومون المود اللي كيحول الويو لوي. اون فوا لونسي وشارجي كيبان المنيو وي بلي شين ديالو كلشي، كيف ما قلت الويو توتالمون ريترو كومباتيبل مع لي جو وي ولي زاكسيسوار ديالها. دونك الا الواحد بغى يلعب دي جو وي في الويو خاصو يلونسي هاد لو مود ويكون برونشي لي زاكسيسوار وي، يعني السنسور بار والوي مود، وغادي بروفيتي من لي جو وي بكاليتي شويه احسن لحقاش ليماج كتستعمل هاد المره كابل اتش دي، والكونسول كتاب سكيلي لي جو وي شويه ولكن كيبقاو ماشي اتش دي. دونك ما تسناوش من لا ويو انها تخدم لي جو وي بريزولوسيون اتش دي 720p ولا 1080p. الاب سكيلين غادي يكون جينيرالمون حد 576i. معلومه اخرى اضافيه، واخا وسط المود وي في الويو الكونسول ما غتقراش لي ديسك جيم كيوب فحال اون فري وي كيف ما قلت، ولا ميموار دو ستوكاج ديال الوي في هذا المود كتبقى 512 ميغا فحال اون فري وي، دونك ما كتستافدش من الميموار دو ستوكاج الكبيره ديال الويو. وعلى ذكر ستوكاج، الكونسول ما فيهاش ان ديسك دور وانما اون ميموار انترن من نوع اي ام ام سي فلاش ميموري ديال 8 جيجا او 32 جيجا على حسب الموديل. هاد النوع ديال الميموار فلاش كيتستعمل في لي سمارتفون ولي طابليت. الميموار ديال ستوكاج ديال الكونسول ممكن نزيدوها باستعمال دي كارت ميموار اس دي. سلوت ديال كارت اس دي كاين في الفاس ديال الكونسول مخبي مورا واحد الباب صغير كيتحل تماما فحال لاوي. نقدروا نزيدو ايضا الميموار ديال ستوكاج ديال الكونسول باستعمال دي ستيك يو اس بي او دي ديسك دور اكسترن حتى ل 2 تيرا في الكاباسيتي. الكونسول فيها 4 ديال لي بور يو اس بي 2.0، جوج في الفاس ديال الكونسول حدا سلوت كارت اس دي وجوج في الظهر ديال الكونسول. هاد لا ميموار سواء انترن ولا اكسترن كتستعملها الكونسول لي سوفغارد لي انستالاسيون ديال لي جو فيزيك و ديجيتال و الكونتوني تيليشارجابل او دي ال سي. في الظهر ديال الكونسول كاين بور اتش دي ام اي 1.4، وبما ان الكونسول توتالمون ريترو كومباتيبل مع لاوي كنلقاو ايضا البور ليموني ديال السنسور بار او الكابتور بحال اللي كاين في لاوي. داكشي علاش السنسور بار كيجي مع الكونسول، ممكن الواحد يستعمل السنسور بار ديال لاوي الا ديجا كان عنده. هما فحال فحال، كاين غير فرق صغير ما بين لي دو هو اللون. لاوي اللون ديالو غري واللي كيجي مع الويو اللون ديالو كحل. الكونسول كتسيبورتي 5.1 سيراوند ساوند والانالوج ستيريو في الاوديو ديالها. بالنسبه لي زاكسيسوار كيف ما قلت الويو توتالمون ريترو كومباتيبل مع لي زاكسيسوار ديال لاوي، وي موت والنونشاك البالانس بورد الكلاسيك كنترولر والكلاسيك كنترولر برو ايتترا، الا كان بيان سور الجو كيسيبورتيهم. وكاين دي زاكسيسوار جداد خاصين بالويو فحال مانيت ويو برو. الفرق مع الكلاسيك كنترولر برو ديال الوي هو انه ما محتاجش يلصق في الوي موت، حيت الوي يو برو كنترولر مانيت سون فيل، كتستعمل البلوتوث ديريكتومون مع الكونسول وفيها دونك باتري ريشارجابل باليو اس بي وفيها الفونكسيون ديال الفيبراسيون. ديزاين ديال الوي يو برو كنترولر مبدل ايضا على الكلاسيك كنترولر برو. هنا نينتندو مشات لان ديزاين قريب لمانيت اكس بوكس 360 سورتو في البوزيسيون ديال لي ستيك انالوجيك ولي بوتون ال ار.
كيف ما قلت الويو ما كتقراش لي ديسك جيم كيوب، دونك ما كتسيبورتيش لي مانيت جيم كيوب، ما فيهاش لي بور فحال لي موديل وي اللي كيسيبورتيهم. ولكن نينتندو خرجات واحد لاكسيسوار يو اس بي سميتو ادابتاتور دو مانيت جيم كيوب اللي كيسيبورتي 4 ديال المانيطات جيم كيوب اوريجينال. هاد الاكسسوار خرج مع اللونسمون ديال الجو سوبر سماش بروس فور ويو باش اللي بغى يلعب في الجو بستيل ديال المانيت جيم كيوب. ونينتندو خرجت ايضا اون اديسيون ليميتي ديال الجو معها هاد الادابتاتور. مالوروزمون هاد الادابتاتور ما كيخدم غير مع الجو سوبر سماش بروس فور ويو، دونك ماشي كومباتيبل مع لي زوتر جو، اي دونك ما يمكنش الواحد يلعب في اي جو اخر بمانيت جيم كيوب من غير سماش بروس. نينتندو خرجت ايضا دي مانيت جيم كيوب اوفيسيال سماش بروس في نفس البيريود فيهم اللوغو ديال الجو. بالنسبه للاونلاين الويو كتستعمل بلاتفورم نينتندو نيتورك كيف ما قلت باش تلعب اونلاين ملتي بلاير، وكان غراتوي فابور ماشي سيرفيس بايون فحال سوني ومايكروسوفت. كاين ايضا البوتيك نينتندو اي شوب اللي كيتباعوا فيها دي جو ودي زابليكاسيون ديجيتال. الكونسول فيها ايضا ويو تشات اللي هو سيرفيس ديال فيديو تشات باستعمال الجيم باد اللي فيه كاميرا فرونتال. الكونسول كتسيبورتي حتى 12 كونت لوكال ديفيرون فيها. الويو كانت كتسيبورتي ايضا دي سيرفيس ديال ستريمينغ فحال امازون فيديو، كرانشي رول، هولو، نتفليكس ويوتيوب. هاد لي سيرفيس اغلبيه ما بقاوش خدامين دابا. نتفليكس من اخر لي زابليكاسيون اللي حيدوا السيبور من الويو في جويي 2021. دوتر سيرفيس كانت الكونسول كتسيبورتيهم فحال نينتندو تي في اللي كان كيستعمل دي بروغرام تيلي كابلي سورتو في امريكا الشماليه، سيرفيس اللي حبس ديجا في الاخر ديال 2017. كيف ما ذكرت من قبل نينتندو كريات واحد الغيزو سوسيال سميتو ميفيرس اللي كان انتغري في الويو واللي كيخلي لي جوغ انتيراجيو ويتبادلوا دو كونتوني بحال لي سكرين شوت دي ديسان اللي كيداروا بستيلي في ليكرون تاكتيل ديال الجيم باد. لي جوغ كيبانوا فحال دي افاتار مي لي ميم اللي كانوا ديجا في لاوي. الميفيرس ما كانش غير في لا كونسول برا لي جو، وانما وسط بزاف ديال لي جو ايضا. الانتغراسيون كانت زوينه حيت وسط لي جو ممكن لي جوغ يخليو دي ميساج لبعضياتهم او لا يتنافسوا على دي سكور في دي ميسيون ايتترا. مالوروزمون نينتندو حبسات هاد السيرفيس في نوفمبر 2017. الخبر الزوين هو انه كاين واحد الكوميونيتي ديال دي فان باسيوني وجون في واحد البروجي اوبن سورس سميتو بريتندو اللي غادي يردوا من خلاله بزاف تاع لي فونكسيون اونلاين في الويو اللي حيداتهم نينتندو من لي سيرفور ديالها فحال الميفيرس. تقدروا تقراو عليه في انترنت. بروجي مازال اونكور خصو الوقت شويه باش يديفلوبا. بالنسبه لنينتندو اي شوب فهو بوتيك اونلاين اللي بدات كتوزع فيها نينتندو كونتوني اون فورما ديجيتال وفيها بزاف ديال الانواع. كاين دي جو ديال دي ديفلوبور اندي او انديبوندون، دي جو اكسكلوزيفمون ديجيتال يعني ما خارجينش في الفيزيك سور ديسك، اللي كانوا منهم لي اكسكلوزيف للويو ومنهم لي ملتي بلاتفورم يعني كاينين في دي كونسول اخرين. كاين ايضا دي جو ريتيل او دي جو اللي هما خارجين ايضا اون فيزيك وكيتباعوا اوسي اون ديجيتال هنا في الاي شوب اللي ما بغاش الفيرسيون ديسك. دي جو ديال ديفلوبور ثيرد بارتي او تيير معروفين، وايضا دي جو ديال فيرست بارتي يعني نينتندو براسها. وهذه كانت اول مره كديرها نينتندو في اون كونسول دو سالون فحال داكشي اللي كانت كدير سوني مع البلاي ستيشن 3 والبلاي ستيشن 4 ومايكروسوفت مع الاكس بوكس 360 والاكس بوكس 1. نينتندو ديجا كانت كتبيع دي جو اونلاين في الوي مع الوي شوب شانل واللي كان فيه دي جو وي وير سبيسيال لوي، ولكن ماشي دي جو اللي كانوا كيتباعوا اون فيزيك. داكشي علاش مع الاي شوب ديال الويو بدات نينتندو كتبيع دي جو ديجيتال فحال لي كونسول الاخرين لاول مره في التاريخ ديالها. كاين دي جو وي اون فورما ديجيتال حيت كيف ما قلنا الويو ريترو كومباتيبل مع لي جو وي، وهذا كيشمل ايضا لي وي وير ولكن وسط لو مود وي فاش كانوا باقين. وعاد كاين لي ديمو لي دي ال سي لي دي ساي وير، وعاد كاين دي جو اون فورما ديجيتال اللي كانوا كيتباعوا في الفيرتشوال كونسول او الكونسول فيرتوال واللي هي الفيرسيون وي يو ديال الفيرتشوال كونسول اللي كانت ديجا بدات ونجحات في الوي. نينتندو اي شوب في الوي يو مازال خدام هاد الساعه، ولكن نينتندو انونسات هذه مده انها غادي تسدو نهائيا في مارس 2023، دونك من دابا لربع شهور تقريبا. الفيرتوال كونسول هي تو سامبلومون مجموعه ديال لي جو ديال لي كونسول ريترو او قدام ديال نينتندو، تقدر تشريهم انديفيديوالمون وتلعب فيهم ديريكتومون في الويو. الكونسول كتستعمل سوفتوير ايميليشن او ايميلاسيون اللي كتخلي هاد لي جو يخدموا بطريقه فيدال لي كونسول ديالهم. لي كونسول اللي كانوا سوبورتي في الفيرتوال كونسول ديال الويو هما فاميكوم او نيس، سوبر فاميكوم او سنيس، نينتندو 64، بي سي انجين او توربو جرافيك 16، جيم بوي ادفانس و دي اس.
عاد الـ MSX اللي كان اكسكلوزيف لكونسول جابونيز. هادشي كامل من غير إلا استعملنا المود وي اللي كيفتح أيضا الباب لكونسول سيبورتي في الفيرتوال كونسول ديال الوي. دونك مئات ومئات ديال لي جو كلاسيك في هادوك لي كونسول كانوا اكسيسيبل اللي بغى يشريهم ديجيتال وينستاليهم ديريكت في الويو. وحاجه اخرى، وحده من لي زوبسيون زوينين اللي زات نينتندو في الفيرتوال كونسول ويو هي ريستور بوينت او بوين دو ريكوبيراسيون اللي هو سوفغارد انستانتاني، واللي كيلعب في لي زيمولاتور غادي يعرفني علاش كندوي. ممكن تسوفغاردي في ما عجبك وسط الجو بحال سيف ستيت ديال لي زيمولاتور، غير كتخرج واحد المنيو وكتسجل ملي كتبغي تكمل كتشارجي اكزاكتومون في ديك البلاصه فين كاين غير بوان دو ريكوبيراسيون واحد اللي ممكن يخدم، دونك غادي يبقى ديما يتكرازا. ولكن هذا كافي باش الواحد ما يضيعش الوقت بزاف، سورتو في لي جو ريترو كيف كتعرفوا ما فيهمش بزاف لي تشيك بوينت و بارفوا كيكونوا صعاب. الفيرتوال كونسول ديال الويو كتعتبر احسن فيرتوال كونسول خرجات من ناحيه العدد ديال لي كونسول ريترو سوبورتي والعدد ديال لي جو اللي فيها مقارنه مع الفيرسيون ديال الوي، وحسن بزاف من الفيرتوال كونسول ديال السويتش اللي ولات سميتها سويتش اونلاين واللي كلشي كيتشكى من ناحيه ضعيفه بزاف مقارنه مع الفيرتوال كونسول ديال الويو اللي كانت غنيه بلي جو وعندها انترفاس احسن. لي جو ديال فيرتوال كونسول فيهم اوبسيون باش يخدموا اون مود اوف تي في، يعني تقدر تلعب فيهم ديريكت غير في الجيم باد بلا تلفازه، او تقدر تلعب فيهم في التلفازه باستعمال ويو برو كنترولر. عاد كانوا اللي كيسيبورتيو الوي كلاسيك كنترولر، ولي جو ام اس اكس كانوا كيسيبورتيو كلافيي يو اس بي. لا سول كريتيك اللي كانت موجهه للفيرتوال كونسول ديال الويو كومباري مع ديال الوي هي لا كاليتي ديال ليماج في لي جو ايمولي سورتو ديال ناس سناس و 64، كانوا شويه مظلمين كومباري مع الفيرتوال كونسول ديال الوي. بالنسبه لي انا احسن حاجه جابت الفيرتوال كونسول ديال لا ويو هي لي جو دي اس، انك تقدر تلعب في واحد العدد من لي جو دي اس باستعمال دو زيكرون، واحد منهم كبير يعني تلفازه والاخر الجيم باد. بالنسبه لي انا اكسبيريونس رائعه بزاف، حيت ما كيعجبنيش نلعب في لي كونسول بورتابل الوقت طويل. عندي دي اس وعارف كاين لي زيمولاتور في بي سي، ولكن لا ويو عطاتني اكسبيريونس اخرى جديده وونيك في ديال دي اس، حيت غادي تستعمل تاتش سكرين اللي هو الجيم باد بحال اون فري دي اس، زائد ليكرون كبير اللي غادي نلعب فيه مرتاح واللي هو التلفازه. اول حاجه درت لعبت في سوبر ماريو 64 دي اس بيوشي. كانوا بليزيور مود باش الواحد يقدر يلعب في لي جو دي اس في الويو، يعني الطريقه باش غادي تشوف لو جو سواء في لي دو زيكرون بطرق مختلفه او لا بغى الواحد يستعمل الجيم باد بوحدو. واخا كاين غير 31 جو دي اس اللي كانوا سوبورتي وليستي في الفيرتوال كونسول ديال الويو، كانوا تقريبا كاملين دي جو اكسيلون بحال لي ماريو لي يوشي لي زيلدا لي كيربي لي واريو لي بوكيمون مترويد ادفانس وورز وبزاف اخرين. وغادي نرجع للفيرتوال كونسول ديال لا ويو من بعد. نينتندو خرجات جوج ديال لي فيرسيون ديال لا ويو اون ميم طون. الاولى كولور بيضاء بحال لا وي سميتها بيزيك باك، فيها 8 جيجا في الميموار دو ستوكاج وكيجي معاها غير لي كابل اتش دي ام اي وديال الضو. ثانيه كحلا سميتها بريميوم باك في الجابون واوروبا وديلاكس في امريكا الشماليه، فيها 32 جيجا في الميموار دو ستوكاج ومن غير لي كابل، كيجي زايد معاها الجو نينتندو لاند فيرسيون ديجيتال يعني كود باش يتريشارجا او لا فيزيك في الديسك على حساب البندل او الباك او البلاد اللي كيتباع فيها، وكيجي معاها ستاسيون دو شارج للجيم باد، سوبور للجيم باد وجوج ديال لي سوبور ان بلاستيك صغار للكونسول باش اللي بغى يلعب فيها واقفه. وبالنسبه للهاردوير ما كانت حتى شي ريفيزيون في الكونسول، كانوا غير دي ميزاجور من نينتندو اللي كيطلعوا الفيرموير كل مره وكيزيدوا دي فونكسيوناليتي وكياميليوريو لي بيرفورمانس ديال الكونسول. الكونسول خرجت في الاول من لوزين بالفيرموير فيرسيون 1.00 وكاينن لي 1.01 و 1.02. ممكن نعرفوا الفيرموير ديال الكونسول في لي بارامتر ديالها، كيبان في الكوان الفوق على اليمين. الحرف U كيعني يو اس يعني كونسول نور امريكان امريكا الشماليه يعني يو اس وكندا، او كيعني اوروبا و جي جابون. الفيرسيون ديال فيرموير 1 ما كانتش مازال كتسيبورتي الريترو كومباتيبيليتي مع لي جو وي، هاد فونكسيون ما تزادت حتى الفيرسيون 2.0. الفيرسيون 3 مثلا حسنات الداتا مانجمنت وزادت لانستالاسيون اوتوماتيك ديال لي سوفتوير تيليشارجي، واميليورات ايضا بزاف الشارجمون ديال المنيو ويو الى خرجنا من الجو اللي كان ثقيل بزاف لي فيرسيون الاولين قبل من 3.0. هاد الميزاجور اللي دارت عليها نينتندو كومونيكي تيلمون كانت مهمه. الفيرسيون 4 زادت سوبور لي كلافي يو اس بي مثلا ولا بوسيبيليتي تاخذ دي سكرين شوتس. الفيرسيون 5 بدلات بزاف ديال الحوايج في المنيو ويو
وبيان سور كانوا بزاف تاع لي ميزاجور كل عام من لونسمون في 2012 تقريبا كل شهر حتى 2015 فين كانوا غير جوج ديال لي ميزاجور. في 2016 كانت ميزاجور وحده 5.5.1، في 2017 ميزاجور وحده عاوتاني 5.5.2، في 2018 ميزاجور وحده ايضا حتى الاخر ديال العام 5.5.3. من تماك ما دارت نينتندو حتى شي ميزاجور حتى 2021 واللي كانت مفاجاه لي جوار الفيرسيون 5.5.5 في الاول ديال مارس 2021. الكونسول كانت ديجا حبسات في برودكسيون من 2017 والسويتش كان عندها 4 سنين تقريبا في السوق، ولكن المفاجاه الكبيره كاع هي اخر ميزاجور اللي كانت غير مؤخرا في 29 اوت 2022 الفيرسيون 5.5.6 واللي كانت اميليوري غير ستابيليتي ديال السيستم بحال كاع لي ميزاجور اللي قبل من 2016. 5.5.6 كانت غير في امريكا الشماليه دونك ما كتشملش اوروبا والجابون. مالوغوزمون ما كانوش دي زيديسيون ليميتي بالوان اخرين او ديزاين اخر اون كوميرس البوبليك. الكونسول ويو الوحيدة اللي كانت شوية مبدلة خرجت مع The Legend of Zelda The Wind Waker HD، واحد البندل أو باك اللي فيه الكونسول بريميوم أو ديلاكس يعني الكحلة 32 جيجا. الميزة الوحيدة ديال هاد الإديسيون ليميتي هما دوك لي موتيف أو زواقات دوغي في جناب كي ديكوريو الجيم باد فحال لومبليم ديال هايرول فقط. نينتندو ما مشاتش بعيد، كاين جوج ديال لي زيديسيون غار اللي ما كانوش كوميرسياليزي للبوبليك بقاو ليميتي اون كونتيتي و بور دي زيفينمون بارتيكولي يعني ماشي اي واحد كان يقدر يشريهم بحال الويو تشيبي روبو فوتو فايندر اللي استيمي كاين منها 5 في العالم وكاملين تربحوا غير في الجابون في 2013 في واحد المسابقه ديال جو تشيبي روبو فوتو فايندر ديال 3 دي اس. هاد الكونسول بيضاء فحال البيزيك باك ولكن كتجي مع السميه ديال مولاها اللي ربحها امبريمي فوق الكونسول، و واحد الويو اكزيرتيس ميد بي اللي كتجي في كولور حمراء ومعها مانيت برو حمراء ايضا بياس اونيك وحده اللي كاينه دار ليها ديزاين بمناسبه واحد ليفينمون ديال ديجيتال انترتينمنت في موناكو 2016 سميتو ميد بي. نرجعوا لمانيت ديال الكونسول او الجيم باد. هاد المانيت فيها تاتش سكرين او اكرون تاكتيل ديال 6.2 بوص من نوع سينجل تاتش ال سي دي يعني كيسجل غير ان توشي على فوا. كنلقاو دونك ستيلي لي اكزاكتومون فحال ستيلي ديال الدي اس. كاين دي باد او الكوا ديريكسيونيل، جوج ديال لي انالوج ستيك، لي بوطون اكسيون ا بي اكس ايغريك المعتادين ديال نينتندو و لي بوطون ال ار و زد ال زد ار و لي بوطون بلس ستارت و موان سيليكت. عاد دي بوطون اخرين هوم اللي تحت ليكرون واللي كيخدم فحال بوطون بلاي ستيشن او لوغو اكس بوكس كيخرج المنيو ديال الكونسول. باور اللي كيشعل لا كونسول من الجيم باد. تي في واللي كيحول الجيم باد للتيليكوموند يونيفرسيل اللي كتخدم مع التلفازه وكتعوض التيليكوموند ديالها. داكشي علاش الجيم باد فيه ايميتور ريسبتور انفراروج. الجيم باد فيه ان سيستيم دو ديتيكسيون دو موفمون جيروسكوب و اكسيلوروميتر اللي كيستعملوه بزاف ديال لي جو. الجيم باد كي فيبري وفيه بليزيور موتور دو فيبراسيون وفيه ايضا كاميرا فرونتال 1.3 ميجا بيكسل اللي ممكن تستعمل في دي جو او في تشات فيديو. الجيم باد فيه ميكروفون وجوج ديال لي هوب بارلور دونك ستيريو، الا كان ان جو خدام ممكن تسمعوا الصوت ديالو من الجيم باد ديريكت ونقدروا كاع نحيدوا الصوت ديال التلفازه. الفوليوم ريغلابل في الجيم باد بواسطه واحد السلايدر اللي كاين الفوق في الكوتي اليمين. الجيم باد عنده سورتي جاك بور ايكوتور دونك كيف ما قلت ممكن تسمعوا الصوت ديال الجو من الجيم باد بلا ما نستعملوا التلفازه، وواحد لونطري ديال الكابل ديال الشارجور الجيم باد، ليد ديال نيفو باتري والميز سو تنسيون. الجيم باد كي سوبورتي تكنولوجي ان اف سي واللي كتبان في اللوغو تحت الكوا ديريكسيونيل. هاد لومبلاسمون بور ان اف سي كيتستعمل سورتو مع لي فيغورين اميبو اللي خرجاتهم نينتاندو ديك الساعه في 2014 او مع دي كارت ان اف سي فحال دي اميبو ديجيتال، وممكن ايضا يتستعمل لواحد النوع ديال لي كارت وايرلس سورتو في الجابون باش لي زيتيليزاتور كيخلصوا ديريكتومون دي زاشا في نينتاندو اي شوب او دوتر سيرفيس. الجيم باد فيه ايضا سنسور بار او كابتور انتيغري واللي كيبان فوق ليكرون. هاد الميني سنسور بار كتستعمل مع الويموت فحال سنسور بار كبيره لسيغتان جو الا كنا غادي نلعبو ديريكت في ليكرون ديال الجيم باد. في الدار كاين البوطون سينك باش كيتسانكرونيزا الجيم باد مع الكونسول. البوطون سينك ديال الكونسول كاين في الوجه ديالها. واخيرا لتحت كاين دي كونيكتور باش كيتشارج الجيم باد زائد واحد البور بور دي اكسسوار. الى ما عمركم شديتو الجيم باد ديال الويو او لعبتو فيه غيبان لكم كبير بزاف ليدين.
ويمكن يبان ما مريح شي لطولنا فيه اللعب، ماشي فحال مانيت ستاندار ديال شي كونسول اخرى. نقدر نقول لكم بالتجربه ديالي بيرسونيل وبشهاده ديال بزاف ديال الناس دوزوا الويو او لا مازال عندهم، الجيم باد مريح بزاف في اليدين، واخا كبير وكاين اسباس ما بين لي ستيك ما كنحسوش به. الوزن ديال الجيم باد خفيف باش انه ما يبرزطش نهائيا، واخا نلعبوا لعده ساعات ما عمرني ديرونجيت شخصيا وانا كنلعب بالجيم باد. وكاين شي مرات اللي طولت بزاف في اللعب لدرجه ان الباتري قربت تخوى. وعلى ذكر الباتري، هذه هي النقطه الضعف الوحيده ديال الجيم باد، لا باتري ضعيفه وما كدوش بزاف، سورتو الا كان ليكرون ديال الجيم باد مستعمل في الجو، على حساب لومينوزيتي ديال ليكرون ايضا كتلقى راسك الليد ديال الباتري بدا كيكلينيوطي من بعد 3 سوايع او 4 سوايع، غالبا ما وصلش 4 سوايع ديال اللعب كونتينيو في ان جيم باد اللي مشارجي كومبليتمون. دونك خصك ضروري او بيان تحبس اللعب وتسوفغاردي باش تشارجي الجيم باد، او بيان تبدل دوز المانيت الا كان الجو كي سيبورتي مثلا الوي موت الا عندك وفيها الحجر، او الوي يو برو كنترولر الا كان مشارجي وقريب لك، او بيان سامبلومون غادي تكمل اللعب والكابل ديال الشارجور ديال الجيم باد مبرونشي في الضو، حاجه اللي مالوغوزمون كيديروها بزاف تاع لي جوار في الويو، وهاد القضيه كتزيد تقتل لا باتري ديال الجيم باد. هادشي ماشي غير في الويو، وانما اي اباراي فيه باتري ليثيوم تفاداو بزاف انكم تشارجيوه وفي نفس الوقت تستعملوه، الباتري كتموت. انا بيرسونيلمون كنحاول نتفادى هاد الطريقه، ولكن بعض المرات كتكون وسط شي جو وما كتقدرش تسوفغاردي. الا طفالك الجيم باد الجو كيدير بوز، دونك خصك تبقى شاعل الكونسول حتى يتشارجا الجيم باد، والجيم باد كياخذ ما بين 2 سوايع حتى ل 3 باش يتشارجا كامل. تقدر تشارجيه غير شويه مثلا وتكمل، ولكن غادي تدوز نص ساعه او ساعه ما كاملاش ساعه وغادي يشعل الليد عاوتاني. الاختيار اللي كيبقى هو تشارجي الجيم باد وانت مازال لاعب بما سوفغارديتي، ديك الساعه طفي الكونسول وتخلي الجيم باد كيتشارجا كومبليتمون على خاطره. ولكن هادشي كامل راه خلاكم تحبسوا اللعب، يعني كيهرس ليميرسيون. دونك غالبا كنلقى راسي مكمل اللعب والكابل ديال الشارجور ديال الجيم باد مبرونشي في الضو. مالوغوزمون كاين سوليسيون اخرى، تبدل الباتري ديال الجيم باد بوحده اوفيسيال ديال نينتاندو اللي فيها 2550 ملي امبير باغور، في بلاصه اللي كتجي مع الجيم باد اللي فيها غير 1500 ملي امبير باغور. باتري اللي كبر شويه في الحجم، ولكن نينتاندو ديجا مفكره في هادشي. هاد الباتري غاليه بزاف، دونك ماشي اوبسيون اي واحد غادي تعجبو. كاين دي باتري كومباتيبل تيارس اللي يعني ماشي اوفيسيال، واللي الناس جربوهم رخص من الاوفيسيال، واللي كاع فيهم حتى 3600 ملي امبير باغور، دونك تخلي الجيم باد شاعل حتى 6 سوايع. ما نقدرش ننصحكم بهم حيت ما جربتهمش بيرسونيلمون، ما عمرني ما بدلت الباتري ديال الجيم باد. دونك كيف ما شفتوا الجيم باد ماشي غير مانيت نورمال فحال اي مانيت ديال شي كونسول، يعني اكسسوار. لا، الجيم باد في الويو جزء من الكونسول، يعني بعباره اخرى الكونسول ما غاديش تخدم كومبليتمون الا ما كانش الجيم باد. تقدر تشعل الكونسول، ولكن الا ما ديتيكتاتش الجيم باد وكان سانكرونيزي معاها كتبقى في واحد ليكرون ميساج وما نقدروا نديروا بها والو. دونك هذه حاجه مهمه تعرفوها على لاويو، الجيم باد هو لاويو. ديستانس ماكسيمال باش نقدروا نخدموا بالجيم باد مع لا كونسول هي 8 متر تقريبا، اكثر من داكشي لا كونسول كديسانكرونيزا مع الجيم باد، خاص عاوتاني تسانكرونيزاو. معلومه الاخرى على الجيم باد، الجيم باد ريجن لوكت، يعني زوني او فيغويي في الريجيون ديال الكونسول، ما يمكنش تجيب ان جيم باد جابوني ولا نور امريكان تخدم به مع اون ويو اوروبيان، والعكس صحيح من ريجيون لريجيون. علاش نينتاندو دارت هكا؟ اوكين ايدي، ما عرفتش، ما غير باش تكون في خباركم. يقدر الجيم باد يخسر او ما يبقاش خدام ولا يتهرس، كيف ما شفتوا الجيم باد هو اساسي ومهم للاويو، ما يمكنش تخدم لا كونسول الا ما كانش خدام معاها وسانكرونيزي. ولي جيم باد بوحدهم غاليين في السوق وقلال، ويمكن يسواو ثمن الكونسول كامله. ولكن الخبر زوين هو انه مؤخرا لا كوميونيتي ديال دي مودرز لقاو سوليوشن باش يردوا الجيم باد ريجن فري او ديزوني، غير هو خاص تكون عندك اون ويو موديفي، وغادي نرجع لهذا الموضوع اون ديتاي. اول اكسبيريونس ديالي مع الكونسول ويو بيان سور ما كانتش فوقتها، فاش خرجات في 2012 كنت مازال كنلعب في البلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360 ولا وي. ملي تانونسات لا ويو كنت خدام في اوبي سوفت كازابلانكا ديك الساعه، خدينا دي بروجي فيها، دونك شفت لي كيت دو ديفلوبمون ديال الويو قبل ما نشوف لا فري كونسول، والصراحه عجبتني بزاف الاكسبيريونس مع الجيم باد. ملي خرجات الويو للكوميرس
قبل من PS4 و Xbox One خرجوا معها بزاف تاع لي جو في اللونسمون. وهنا كانت واحد الحاجة غريبة عاوتاني فاش خرجت الكونسول. ديما كنا موالفين في اللونسمون ديال شي كونسول نينتاندو كيكونوا لي جو كتر في جابون وفي أمريكا الشمالية من أوروبا، مي مع الويو كان الأمر مختلف. 26 جو كانوا في اللونسمون في أوروبا مقارنة مع 23 في أمريكا الشمالية وغير 11 في الجابون. داكشي علاش قلت الأمر غريب بزاف. دونك أول مرة أوروبا كتعتبر أحسن لونسمون دو كونسول دو سالون نينتاندو. في اللونسمون كانوا دي جو فيرست بارتي يعني ديال نينتاندو، بحال مثلا نيو سوبر ماريو بروس يو ونينتاندو لاند، ودي جو ثيرد بارتي واللي هما كتار بحال مثلا اساسنز كريد 3، جاست دانس 4، يور شيب فيتنس ايفولفد، رابيدز لاند، سبورتس كونيكشن، زومبي يو، واللي لاحظتو كاملين ديال اوبي سوفت. ومن هنا كيبان السيبور الكبير اللي دارت اوبي سوفت للكونسول من الاول. باقي كنعقل مزيان ديك البيريود كنت خدام في اوبي سوفت كازا وكنا كنسمعوا اون انترن هاد لا بوليتيك ديال ان اوبي سوفت غادي تدعم نينتاندو في لا كونسول الجديده ديالها وغادي تخرج معاها من ديبار بليزيور جو في دي جونغ ديفيرون باش اوبي سوفت تكون من السباقين اللي غادي تساند نينتاندو. ما خدمناش في اوبي سوفت كازا على دي تيتغ دو لونسمون في الويو، ولكن خدمنا على دي بورتاج ديال دي جو اللي خرجوا من بعد. ستوديوات اخرين كبار ثيرد بارتي فحال سيغا، وارنر بروس، اكتيفيجن وكابكوم كاملين دعموا الكونسول من الاول. داكشي علاش كنلقاو في لي جو دو لونسمون ايضا باتمان اركام سيتي ارمورد اديشن، كول اوف ديوتي بلاك اوبس 2، دارك سايدرز 2، ايبيك ميكي 2 ذا باور اوف 2، فيفا 13، فانكي بارن، جيم بارتي تشامبيونز، Mass Effect 3 Special Edition، Ninja Gaiden 3 Razor's Edge، Scribble Notes Unlimited، Sync Party، Skylanders Giants، Sonic and All-Stars Racing Transformed، Tekken Tag Tournament 2 Wii U Edition، Transformers Prime The Game، Warriors Orochi 3 Hyper، Wipeout 3. بالنسبة لي أنا personnellement ما كان تشي جو في اللونسمون اللي غيتير اهتمامي بزاف من غير New Super Mario Bros. U حيت عزيز عليا لي جو ماريو. كانوا بزاف ديال لي بورتاج منهم لي اميليوري من الاكس بوكس 360 والبيس 3 ولكن ديجا كتعرفهم وشي وحدين ماشي لو جونغ ديالي. دونك بقيت داير عيني على لا كونسول وفي جميع الاحوال ما عمرني ما شريت كونسول في اللونسمون ديالها. بالنسبه للمبيعات ديال لا كونسول بداو مزيانين في الاسابيع الاولى ولكن دغيا تقالوا مع دخول 2013. نينتاندو ما وصلتش لنسبة المبيعات اللي كانت معولة عليها وهذا كان أول إنذار لنينتاندو على الكونسول. ملي دخل 2013 وتقريبا تال النص ديالو المارشي ديجا كان فيه بليزيور جو جداد في الويو. بداو ديك الساعة كيبانوا ليا دي جو كيتيروا الاهتمام فحال نيو سوبر لويجي يو، أول دي ال سي كتخرجوا نينتاندو في سيري ماريو في سوبر فيزيك، بيكمين 3 تالي جو في لاسيري وواحد من أجمل لي جو في لاكونسول، The Wonderful 101 IP جديدة ديال Platinum Games ان جو داكسيون زوين، Rayman Legends جو اخر ديال Ubisoft من احسن لي بلاتفورمرز 2D، جو اللي عندي معاها قصة بيرسونيل غادي نعاودها لكم ان شاء الله في فيديو اخرى. وغير شهر قبل ما تخرج PS4 والاكس بوكس 1 في نوفمبر 2013 نينتاندو نقصات من الثمن ديال الكونسول وخرجات The Legend of Zelda The Wind Waker HD اللي هو ريماستر اون هوت ديفينيسيون ديال الجو ديال جيم كيوب. والشهر اللي خرجت فيه PS4 و Xbox One في الأوروب يعني في نوفمبر 2013 خرج سوبر ماريو 3D World، احسن جو ماريو في لاكونسول واللي كيفكرني بزاف بسوبر ماريو وورلد والعديد من لي جو اخرين. ولكن مع ذلك ما كانتش الامور غدا مزيان بالنسبه لنينتاندو. في ماي 2013 إلكترونيك آرتس كانت أنونسات أنها غادي تنقص الدعم ديالها للويو مقارنة مع داكشي اللي جاي للPS4 والإكس بوكس 1، يعني ما غاديش تخرج بزاف ديال لي جو في الويو مقارنة مع سوني ومايكروسوفت. في الأوتروا 2013 اللي كان في جوان يوبي سوفت أنونسات حتى هي أنها ما غادي تبقى تخرج حتى شي إكسكلوزيفيتي في الويو حتى يرتفعوا المبيعات ديال الكونسول، وخا داروا تعقيب من بعد باش ما يقلقوش نينتاندو صرحوا بالله مازال غيدعموا لا كونسول في 2013 كيف ما داروا في 2012. بيتيسدا كذلك دارت انونس في جويليه 2013 كتقول فيها بالله ما كديفلوبي حتى شي جو لويو ديك الساعه. دونك الدعم ديال لي ستوديو ثيرد بارتي او تيير كان بدا كيضعف للويو وهذا كان تاني انذار لنينتاندو على الكونسول.
اكتيفيجن على عكس اي اي يوبيسوفت وبيتستا انونسات الدعم ديالها الكامل للويو وانها غتسيبورتي دائما الكونسول، وفعلا كانت خرجات ليها بزاف تاع لي جو واخا اغلبيتهم دي بورتاج. البيريود ديال 2013 واخا هكاك دازت زوينه بزاف بوغ لي فان ديال نينتندو، كانوا بزاف تاع لي جو زوينين في لاويو واخا لا كونسول ما كانتش كتبع مزيان فحال داكشي اللي نينتندو كانت متوقعه، سورتو ملي البي اس 4 والاكس بوكس 1 خرجوا للسوق في الاخر د العام ومعاهم دي جو نيكست جين مجهدين. مع دخول 2014 الفيزيون لون تيرم ديال نينتندو الكونسول بدات كتبان فلو، المبيعات نقصوا عاوتاني وسيبورتر بارتي كذلك، كلشي كيديفلوبي دي جو لسوني ومايكروسوفت وقليل اللي مازال مسيبورتي نينتندو بكلكو بورتاج اللي ما كيبيعوش مزيان مقارنه مع لي فيرسيون بي اس 3 واكس بوكس 360 اللي كانوا مازال كيبيعوا مزيان. داكشي علاش بزاف ديال لي ديفلوبور اللي كانوا مازال داعمين الويو كيخرجوا كونتوني زايد او دي فونكسيون اللي جداد في لا فيرسيون ويو ديال الجو ديالهم باش تكون مختلفه على لي زوتر كونسول، والاغلبيه عندهم علاقه بيان سور بالجيم باد، غادي نهضر عليهم اون ديتاي في فيديو اخر ان شاء الله. نينتندو كانت كتحاول تفرض على الديفلوبور انه يزيد شي حاجه باش الجوار في الويو يستعمل الجيم باد بطريقه اونيك، كاين اللي زاد غير المينيموم وكاين اللي دار شي حاجه با مال و انتريسونت، وعاد كاين اللي مشى بعيد ودار دي فونكسيون اللي زوينين بزاف واللي كيبدلوا ليكسبيريونس ديال الجو في الويو. دونك ماشي كلشي لي ديفلوبور و لي زيديتور كانوا مقتنعين بلا ويو، سورتو ملي كيشوفوا بي اس 4 و اكس بوكس 1 كيفاش كيتباعوا في المارشي هما و لي جو ديالهم. 2014 خرجوا فيها ايضا دي جو زوينين في الويو اكثر من 2013 فحال دونكي كونغ كونتري تروبيكال فريز، بلاتفورمر ديال ريترو ستوديوز اللي كان فحال دونكي كونغ كونتري ريتيرنز ديال لوي واللي بوست شويه المبيعات ديال الكونسول، هايرول واريورز اللي ميكسا زيلدا مع لا سيري واريورز ديال اوميغا فورس في تجربه جديده اكشن هاكن سلاش، بايونيتا 2 واللي كان خرج اكسكلوزيفمون في الويو ديك الوقت، سورتي اللي قلقات بزاف لي فان من احسن لي جو داكسيون في المارشي، ماريو كارت 8 واحد من احسن لي جو في لا كونسول واكبر لونسمون دو جو في الويو ديك الساعه وكذلك اكثر جو تباع فيها، سوبر سماش بروس فور ويو من اكبر لي سيري دو جو نينتندو اللي عندها اون فان بيز بزاف كبيره وباسيوني، رابع احسن مبيعات في الويو. في مارس 2014 المبيعات ديال الكونسول بلاي ستيشن 4 في العالم فاتت المبيعات ديال الويو، دونك ملي كونسول يلا خرجت بربع شهور كتبيع اكثر من كونسول اللي خارجت تقريبا عام ونص، هذا ما كانش كيبشر بالخير لنينتندو وكان بمثابة ثالث وآخر إنذار لها على ود الكونسول. مع دخول 2015 خرجوا دي جو إكسكلوزيف جداد في الكونسول وخا ما كانوش كاملين ناجحين، ولكن كان فيهم دي جو إكسيلون بزاف بحال كابتن تود تريجر تراكر، اي بي جديدة وستيل جديد، ان جو بوزل فيه إكسبيريونس اونيك في الكونسول، ماريو بارتي 10 واللي كان سيميلار في الجيم بلاي ديالو لماريو بارتي 9 واللي ما عجبش لي جوار بزاف، كيربي اند ذا رينبو كيرس جو كيربي اللي عنده واحد ستيل غرافيك زوين وونيك فحال باتا مودلي، ولكن الجيم بلاي ديالو اكسكلوزيفمون بالستيلي في الجيم باد واللي ما عجبش لي جوغ بزاف، سبلاتون اي بي جديده اللي عاونات شويه الويو تبقى شاده في المارشي، ثيرد بيرسون شوتر كومبيتيتيف دارتو نينتندو خصيصا باش تاتيري لي جوار اونلاين واللي عزيز عليهم لي اف بي اس. في 17 مارس 2015 نينتندو اول مره غادي تانونسي فيها بوبليكمون الكونسول الجايه ديالها، دونك اقل من 3 سنين من لونسمون ديال الويو نينتندو غادي تخرج اون نوفيل كونسول، هذا كيعني ان الكونسول ديالها اكطويل الويو ما بقاش عندها افنير بالنسبه للشركه، الويو ايامها معدوده. مين نكملوا مع لي جو حيت في جوان 2015 غادي يخرج لو جو اللي غادي يخليني نشري ويو قبل من بي اس 4 او اكس بوكس 1، يوشيز وولي وورلد، جو اللي ديجا كان انونسي من جانفي 2013، ساتورو ايواتا بريزونتاه بيرسونيلمون، ديك الساعه البروجي كان سميتو يارن يوشي حيت ستيل ديالو كان كيبان فحال كيربي ايبيك يارن، واحد من احسن واجمل لي جو في الوي. ملي شفت الجو خرج في 2015 عرفت راسي غادي ناخد ويو. وباش زاد تكملات سوبر ماريو ميكر خرج في سبتمبر 2015،
ان جو يونيك بزاف وزوين، تقريبا فحال الحلم ديال شي جيمر اللي كبر كيلعب في سوبر ماريو بروس ونينتندو حقاتو ليه. انك تبدا تصايب راسك ستاجات سوبر ماريو بروس، غادي نهضر عليهم ديتاي في فيديو اخر ان شاء الله. وفي الاخر ديال العام خرج فاتال فريم ميدن اوف بلاك ووتر في اكتوبر، واحد من احسن لي جو في لا كونسول. انيمال كروسينغ اميبو فيستيفال في نوفمبر، واللي كان ضعيف بزاف حيت كيستعمل اكسكلوزيفمون لي زاميبو، دونك ماشي اي واحد غيعجبو. ماريو تينيس اولترا سماش في نوفمبر ايضا، واللي ما حققش مبيعات مهمه وكان شويه كريتيكي من ناحيه الكونتوني ليميتي ديالو. زينو بلايد كرونيكلز اكس في ديسمبر 2015، اللي كيتعتبر من احسن لي جو في لا كونسول ومن اطول لي جي ار بي جي اللي خارجين، وباقي لحد الان اكسكلوزيف ويو. دخل 2016 لي جو ويو اللي غيبيعوا الكونسول ما بقاوش بزاف، وكانوا لي جو في الاي شوب اون فيرسيون ديجيتال اكثر من داكشي اللي خرج في المارشي اون فيزيك. المبيعات ديال الكونسول كانت في اقل نسبه من نهار خرجات. في مارس 2016 خرج The Legend of Zelda Twilight Princess HD، اللي هو ريماستر اخر اون هوت ديفينيسيون ديال ان جو جيم كيوب، بوستا غير شويه المبيعات ديال الكونسول ولكن ما عاونهاش بزاف. بوكين تورنمنت جو دو كومبا بوكيمون اون 3D ديال بانداي نامكو، فيه دي زيليمون جيم بلاي ديال تيكن مع دي بيرسوناج بوكيمون انتريسون. ستار فوكس زيرو اول جو في لا سيري كيخرج اون اتش دي، ان شوتر ديال بلاتينيوم جيمز اللي الجيم بلاي ديالو خلى الجو شويه صعيب يعجب لي جوار كاملين. الى عقلت مزيان في البدايه ديال 2016 فين شريت اول جو ديالي ويو وباقي ما عنديش لا كونسول، شريت بيان سور يوشيز وولي وورد حيت عزيز عليا لي جو يوشي، لقيت فرصه وقلت ما نزقلهاش. افريل 2016 نينتندو انونسات لا دات ديال سورتي ديال الكونسول الجديده ديالها انكس، اللي كانت غادي تخرج في مارس 2017، دونك مورا عام اكزاكتومون. هذا كيعني ان لا وي يو عندها عام فقط قبل ما ترون بلاصه في المارشي بكونسول جديده نينتندو. واخيرا ما بين جوان وجويه 2016 الى عقلت مزيان، تماك فين شريت بيرسونيلمون لا وي يو، خديت البندل اللي سميتو ماريو ان لويجي بريميوم باك، كونسول مستعمله بيان سور ولكن ماشي بزاف حيت خديتها كومبليت بالبواط وكاع لي زاكسيسوار، كانت اون تري بون ايطا وكانت مشريه جديده. الباك يجي معاه لو جو نيو سوبر ماريو بروس يو بلس نيو سوبر لويجي يو، دونك لا فيرسيون اللي فيها الجو والدي ال سي ديالو داخل معاه سور ديسك. وكيف ما قلت كان ديجا عندي ان جو وي يو قبل ما نشري لا كونسول يوشيز وولي وورلد، دونك كان هو اول جو غادي نلعب فيه من غير نيو سوبر ماريو بروس يو، واللي بجوج كانوا من احسن لي جو في الكونسول. الكاتالوج ديال الويو ما كيديباسيش 800 جو اكزاكتومون، غير 790 جو اون توتال، كيبان عدد كبير ولكن هادشي حيت حاسبين الفيزيك والديجيتال، وكيف ما كنعرفوا الديجيتال اون جينيرال كيكون فايت بزاف الفيزيك في العدد حيت كيكونوا دي جو اندي او دي ديفلوبور انديبوندون، دي جو صغار ورخاص وساهلين في الديفلوبمون البوبليكاسيون، دونك دغيا كيتلاحوا في السطور وكيكونوا كتار، ماشي فحال لي جو دبل اي و تريبل اي، يعني لي جو اللي البيدجي ديالهم موين او كبير وكيخرجوا سور ديسك. بالارقام الويو خرج فيها اون فورما فيزيك يعني في ديسك 164 جو في اوروبا، 165 جو في امريكا الشماليه، و112 جو في الجابون، يعني توتال 213 جو فيزيك اونيك الى جمعنا كاع لي ريجيون، وهذا رقم صغير بزاف بالنسبه لكونسول دو سالون نينتندو. نديرو مقارنة صغيرة مع دي كونسول دو سالون نينتندو آخرين إلا حسبنا كاع لي ريجيون، ناس فيها تقريبا 716 جو، سوبر نينتندو فيها تقريبا 1756 جو، نينتندو 64 فيها تقريبا 388 جو، جيم كيوب فيها تقريبا 652 جو، والوي فيها تقريبا 1262 جو فيزيك، إلا حسبنا حتى الديجيتال ديال الوي غادي يوصل العدد 1648. دونك باش نبقاو في الفيزيك كيبان من الواضح ان لا ويو فيها اقل عدد من لي جو اللي خارجين في المارشي كومباري مع كاع لي كونسول دو سالون اللي فاتوا، وعارف بلي كاينه الفيرتوال بوي اللي كانت هي اقل كونسول مبيعات في العالم وكان فيها غير 22 جو اللي خارج، كانت اشيك كبير ديال الشركه. اخر جو فيرست بارتي انونساتو نينتندو يعني ديالها في الويو كان هو The Legend of Zelda Breath of the Wild، واللي كان خرج في 3 مارس 2017، دونك مورا ما حبسات نينتندو البرودكسيون ديال الويو و اكزاكتومون مع اللونسمون ديال السويتش،
داكشي علاش سويتش داخله في الويتيام جينيراسيون ديال لي كونسول فحال لا ويو مع البي اس 4 والاكس بوكس 1، حيت لا ويو ما طولاتش بزاف. بريث اوف ذا وايلد اللي كان في الاول انونسي اكسكلوزيف للويو ولا تخرجاتو نينتاندو مع اللونسمون ديال سويتش. بريث اوف ذا وايلد اللي الاغلبيه كيتفكروا في سويتش وكينساو بلي راه ان جو ويو ايضا، وكان بوسيبل انه غيبقى في الويو كون ما نينتاندو ما بدلاتش رايها في اخر لحظه، حيت المبيعات ديال الويو ما كانتش مشجعه اصلا. داكشي علاش بريث اوف ذا وايلد كان تروبورتا بليزيور فوا. The Legend of Zelda Breath of the Wild كيبقى من أحسن لي جو اللي خرجوا في لا كونسول ويو وفي لا سيري زيلدا عامة، وأيضا واحد من أحسن لي جو فيديو في لي كونسول دو تو لي طون. دونك ملي خديت لا ويو في الصيف 2016 كانت ديجا بريسك ماتت في السوق، وكل شي كيتسنى السويتش أو لا عنده PS4 أو لا عنده Xbox One، من غير صحاب PS3 والXbox 360 حتى واحد ما كان بغى الويو. دونك بانت لي الفرصة مناسبة جدا باش نبدا كوليكسيون ديك الساعة في الويو، وداكشي اللي درت بشوية بشوية بديت كنجيب احسن ما كاين في الكونسول. اغلبية تاع لي جو لقيتهم ديك الساعة ورخاص في المتناول. غادي نهضر على الكوليكسيون ديالي كاملة اون ديتاي ان شاء الله في فيديو اخرى. لا ويو بالنسبة ليا فحال ساتورن، كونسول ما نجحش كوميرسيالمون واخا عندها بوتونسيال، فيها بزاف ديال لي جو اونيك وزوينين يستاهلوا، وحيت ما تباعتش بزاف داكشي علاش ولات صعيبه في الكوليكسيون ديالها، وهذا كان واحد من الاسباب علاش بديت بالويو وماشي بالبي اس 4 او الاكس بوكس 1، حيت بانت لي لا ويو ما كتباعش مزيان، ماشي فحال لا وي مثلا واللي ممكن تلقاها في ما مشيتي ولي جو ديالها موجودين ورخاص اون جينيرال. لا ويو كانت محدوده في المبيعات ديالها، دونك لي جو ديالها غادي يوليو قلال مع الوقت وحتى لا كونسول. داكشي علاش فكرتني في لا ساتورن اللي دابا صعيبه بزاف تكوليكسيوني فيها. داكشي علاش قلت في الاول ديال الفيديو الويو ولات عندي وحده من احسن لي كونسول، وصراحه نقدر نحطها في التوب 5 ديال لي كونسول المفضلين عندي، وعندي 22 كونسول، دونك فريمون الويو دارت بلاصتها دغيا في الكوليكسيون عندي. نمشيو دابا للمودينغ او للهاك او للفلاش كيف ما كنقولوا ليه، ممكن يدار في الويو، وكاين ربعة ديال لي ميثود اللي معروفين وكلهم سوفت مود ماشي هارد مود، يعني ما كتموضي في والو في الكونسول الداخل في الهاردوير. الطريقة الاولى سميتها موكا، كانت كتعتمد على انترنت وكتستعمل واحد البروزر اكسبلويت او لا اكسبلويت ديال نافيغاتور في الويو. تو سامبلومون الواحد كيدخل نافيغاتور انترنت في الويو وكيطابي اون ادريس ديال ان سيت وكيكليكي على واحد اللين، هاد اللين كيانستالي واحد الكاستم فيرموير في الميموار ديال الكونسول وكيعطي اكسي للهوم برو لونشر اللي هو واحد لوتي اللي غيخلي الواحد ينستالي دي رومز دي جو في ستوكاج ديال الكونسول او لا في ستوكاج اكسترن يو اس بي. دونك هاد السوفت مود ما كيمودي في والو في الكونسول بطريقه بيرمانونت او دائمه، حيت ملي كطفى وكتشعل الكونسول ما كيبقى فيها والو فحال معمرها ما السوفت مودات، وداك الكاستم فيرموير كيطير من الميموار. دونك خاص دائما يتلونسا النافيغاتور وتكون كونيكتي الانترنت باش دير هاد السوفت مود اونلاين. موكا موكا من بعد اميليورا مع الوقت ولا كي سيبورتي انه يتلونسا اوفلاين، يعني المره الاولى كديرو باستعمال انترنت اونلاين، ومن بعد موديفيكاسيون ديال واحد الفيشي سيستم ما كتبقاش محتاج انترنت وكيولي يتلونسا اوفلاين ديريكت من الكونسول. ميثود اللي كتسمى اندكسين. الطريقه الثانيه سميتها تيراميسو، كتستعمل انترنت باش دير داك الاكسبلويت ديال النافيغاتور في الويو فحال موكا، ولكن غير المره الاولى. من بعد كتانستالي واحد البايلودر اللي كيدخل دي فيشي الكونسول وكيخلي الواحد يلونسي تيراميسو اللي كيولي انجيكتي مع ليكون ديال اليرت دو سونتي دو سيكوريتي، واشاك فوا بغى ياكسيدي للهومبرو لانشر باش ينستالي لي رومز. اللي ما بغاش يلونسي ديك لابليكاسيون اشاك فوا ممكن يتكونفيغورا في الويو باش يولي تيراميسو كي اوتو بوتي مع الشعله ديال الكونسول. الطريقه الثالثه اللي كتسمى هاكشي او اتش سي، واللي شويه بوسي على تيراميسو حيت كتموديفي الكونسول اكثر وبطريقه بيرمانونت اللي ممكن تحيد ولكن شويه ديليكات. الميثود كتعتمد على ان الواحد يشري ان فري جو دي اس من الفيرتشوال كونسول من الاي شوب وينستاليه. كاين 20 جو لي كومباتيبل مع هاد الميثود، ولكن الاغلبيه كيشري جو واحد اللي هو الرخيص فيهم واللي سميتو دكتور كاواشيماز برين ترينين. داكشي علاش الجو ولا من توب 5 ديال لي جو اللي كيتباعوا في الاي شوب. وباستعمال الجو انستالي في الكونسول وكلكو فيشيه في الكارت اس دي زائد داك الاكسبلويت ديال النافيغاتور اللي غادي يدار مره واحده
باش كي انستالي الكاستم فيرموير ومن بعد الهومبرو لونشر اللي كيتزاد في المنيو ويو ديريكتومون كيبقى ديما واللي كيخلي الواحد انستالي دي رومز ويو في لا كونسول. هاكشي خصو يتلونسا اشاك فوا الكونسول كتفاو كتشعل. من بعد هاكشي تاميليورا مع الوقت ولا كيسيبورتي انه يتلونسا اوتوماتيكمون مع الشعله ديال الكونسول، يعني ما تبقاش تلونسيه مانيوالمون كل مره. هاد الميثود اوتوبوت سميتها كولد بوت هاكشي او سي بي اتش سي. الميثود هاكشي او كولد بوت هاكشي كتعلق بداك الجو اللي ضروري كتخلص وكتشري في الاول من الاي شوب. هذا كيعني انه ملي غادي يسد الاي شوب في مارس 2023 هاد الميثود ما غاديش تبقى خدامه. الطريقه الرابعه والاخيره اللي باقا شويه جديده ومازال كتيستا سميتها اروما، واللي ما كتستعملش الهومبرو لونشر في حال الطرق الاولى، وانما كتستعمل دي بلوغين خاصين بها واللي كيتلونساو مع الكونسول دائما، ويمكن يزيدوا بزاف تاع لي فونكسيوناليتي الويو اللي ما كانوش فيها. هاد الميثود مازال اكسبيريمونطال، دونك ماشي اي واحد يقدر يديرها. في جميع الاحوال قبل ما الواحد كيدير وحده من هاد لي ميثود ديال سوفت مود خاصو ضروري يدير واحد الكوبي باك اب ديال الناند ديال الكونسول ديالو. الناند هي الميموار فلاش ديال الكونسول واللي فيها يا اما 8 جيجا او 32 جيجا على حساب الموديل. باك اب كيدار في كارت اس دي باش الواحد يتفادى انه يبريكي الكونسول، يعني يقتلها الا دار شي ايغور. دونك يقدر يريستوري داك الباك اب ديال الناند للكونسول ويديرها كيف ما كانت قبل لي زوبيراسيون. الكونسول ويو سوفت مودي كتفتح بيبان بزاف. الواحد يقدر يلعب في دي جو من دي ريجيون اخرين حيت لا ويو ماشي ريجن فري. نينتندو عزيز عليها تلوكي لي كونسول ديالها، دونك ديما كتزونيهم. لا عندك ويو اوروبيان وبغيتي تلعب في جو جابوني ولا نور امريكان ما يمكنش بويو نورمال سوف لا كانت موديفيي. تقدر تلعب ايضا في لي رومز دي جو ديجيتال اللي كيتباعوا اونيكمون في الاي شوب، ومن ضمنهم لي رومز دي جو ديال فيرتوال كونسول لي اوفيسيالمون فلا ليست وحتى اللي ماشي فلا ليست. وهادشي كيدار بواحد الطريقه سميتها انجكشن اللي بها كيرومبلاسيو دي روم كومباتيبل بدي روم نون كومباتيبل وكيخدموا، ولكن واخا هكاك ماشي كاع لي جو كيخدموا مزيان. كاين ديجا بزاف اللي خدامين ولا ليست كتميزاجورا مره باغ دي فان اللي خدامين على هادشي. اون بليس الكونسول ويو موديفيي غتخليك تلعب في دي رومز دي جو وي. الكونسول ريترو كومباتيبل مع لي ديسك و لي جو ديجيتال وي من الاي شوب اوفيسيالمون، ولكن الى سوفت موديتي الويو حتى لي رومز وي غادي يخدموا. غير خاص ميثود اون بليس باش تسوفت مودي الوي لي وسط الويو كتسمى في وي. ومن فوق هادشي الواحد يقدر يلعب في دي رومز ديال دي جو جيم كيوب. الكونسول ما كتقراش لي ديسك جيم كيوب اوفيسيالمون، ولكن الى تزادت واحد لابليكاسيون هومبرو سميتها نينتندونت غادي تخلي الكونسول تقرا لي رومز جيم كيوب. دونك كيما شفتوا لا ويو كونسول عجيبه الى تسوفت مودات، كتولي تقدر تلعب فيها كاع لي جينيراسيون ديال لي كونسول دو سالون نينتندو، فاميكوم او نيس، سوبر فاميكوم او سنيس، نينتندو 64، جيم كيوب والوي، وحتى لي كونسول بورتابل جيم بوي ادفانس والدي اس. ولا بغيتو تلعبوا في لي جو جيم بوي وجيم بوي كالر تقدروا تزيدوا دي زيمولاتور تو سامبلومون. داكشي علاش كيقولوا اون ويو موديفيي هي لولتيم كونسول نينتندو. وبلا ما نهضروا على ليمولاسيون ديال لي كونسول الاخرين فحال ماستر سيستم، ميغا درايف، اتاري، بي سي انجين، اركاد ايتترا، بزاف تاع لي كونسول ريترو ممكن يتزادوا في لا ويو. خاص غير الكونسول تكون موديفيي وان ديسك دور اكسترن كبير وغيكون عندكم اكسي لالاف تاع لي جو ريترو في كونسول وحده اون بليس دي جو ديالها. كتولي تقريبا فحال الاكس بوكس اللي هضرت عليها في الفيديو الفايته. ولكن حاجه اللي ما كانتش في الاكس بوكس وكاينه في الويو هي انك تقدر تلعب هاد لي رومز في الجيم باد اون مود اوف تي في، يعني تلعب فيهم ديريكت غير في ليكرون ديال الجيم باد بلا تلفازه، وهذه اكسبيريونس اونيك كاينه غير في الويو. انا بيرسونيلمون ما موديفيتش الكونسول بريميوم الكحله اللي عندي، بقيت كنلعب في لي جو فيزيك من ديسك حيت كان عندي تقريبا كاع لي جو اللي بغيت فيها. خديت كونسول تانية في الموديل بيزيك باك البيض اللي فيه 8 جيجا بندل ديال سوبر سماش بروس فور ويو. في جميع الاحوال كنت غادي ناخذ كونسول تانية لحقاش كيعجبني كوليكسيوني اكثر من موديل في اي كونسول الا كان، وسيرتو مع لا ويو بدات كتعجبني بزاف. هاد الكونسول البيضاء هي اللي موديفيت بالميثود هاكشي حيت ما بغيتش نبقى نتكونيكتا ديما الانترنت، ودونك انستاليت بزاف تاع لي جو جابوني ونور امريكان فيها باستعمال ديسك دور اكسترن، دي جو اللي ما كانش يمكن ليا نلعب فيهم نهائيا بدون سوفت مود.
تماك فين اكتشفت دي جو ديجيتال اكسكلوزيف ويو اللي الصراحه واعرين بزاف وونيك بحال افوردبل سبيس ادفنتشرز واحد من احسن لي جو اي شوب في الويو جو كيستعمل الجيم باد بطريقه رائعه وونيك تشيسين اورورا ان جو داكسيون دو دي سامبل زوين وغولاكسون سورتو NES Remix و NES Remix 2 مجموعة ديال لي ميني جو اللي جايين من بلوزيور فرانشيز نينتاندو دي تشالنج قصار ولكن اكسبيريونس ممتعة بزاف Tengami جو دافونتور بوزل اللي كيدور في الجابون ميديفال في واحد ستيل فحال اون بانتور تراديسيونيل جابونيز من اجمل ما لعبت في الكونسول Shadow Puppeteer ان جو دافونتور بوزل اخر اللي كيستعمل الجيم باد بطريقه ذكيه جدا اللي كتحكم فيها بجوج ديال لي بيرسوناج او ميم طون يعني البيرسوناج والخيال ديالو الدماغ ديال كيتقسم على جوج ممكن يلعبوا فيه دو جوور او ميم طون وغادي يولي سهل جو ممتع بزاف ومثير بول بلوكس وورلد ان جو دو بوزل تري كولوري وفيه تشالنج كيبغيك انك تفكر بزاف قبل ما دير دي زاكسيون وتجور دي بلوك باش توصل للراية في لافان ديال النيفو وبزاف تاع لي جو اكسيلون ديجيتال في الاي شوب لي اكسكلوزيف وحتى لي ماشي اكسكلوزيف لي مازالين هاد الساعة كاينين في السطور ولكن كاملين مالوغوزمون غادي يغبروا نهائيا حيت نينتاندو اي شوب ديال الويو غادي يسد في 27 مارس 2023 يعني من هنا 4 شهور تقريبا داكشي اللي طرى الوي شوب شانل في 2019 فاش غبر ومشى معاه مئات ديال لي جو وي وير اللي كانوا يونيك واكسكلوزيف وما كاينينش في حتى شي كونسول اخرى وداكشي اللي غيطرى لي جو اكسكلوزيف اي شوب ديال الويو داكشي علاش ما كيعجبونيش لي جو فورما ديجيتال نهائيا كيجي واحد النهار كيسدوا لك السطور وكيمشيو لي جو كاملين ماشي فحال الفيزيك اللي كيبقى عندك ديما او لي رومز اللي كيبريزيرفيوهم لا كومينوتي داكشي علاش الواحد يموديفي لا ويو باش يقدر يلعب في هاد لي جو واخا نينتاندو تسد السطور اذا خلاصه القول علاش عندي كونسول ويو اولا تو سامبلومون حيت مازال فيها دي زيكسكلوزيفيتي زوينين كيستاهلوا وريتكم منهم شي وحدين وكاين اون ليست كبيره مازال واخا بزاف منهم عاودوا خرجوا في السويتش ليكسبيريونس ديال الويو ما تبورطاتش معاهم واخا تزاد فيهم الكونتوني كيبقاو اونيك في الويو مقارنه مع السويتش لا فورس ديال هاد الكونسول هما لي زيكسكلوزيفيتي ديالها ولي بيرسونيلمون كيعجبوني بزاف لي جو ملتي بلاتفورم اللي خارجين حتى في البي اس 3 والاكس بوكس 360 كان فيهم لي زوين وكان فيهم لي ماشي انتريسون في الويو لي جو ملتي بلاتفورم اللي كانوا ناجحين في الويو هما اللي ليكسبيريونس فيهم كانت مختلفه بزاف في الويو مع الجيم باد على لي كونسول الاخرين يعني على حسب ديفلوبر واش استغل الجيم باد باش يزيد فيه شي حاجه للجو ولا غير دار ان بورتاج عادي لي جو اللي عجبوني ونقدر ريكومونديهم لكم هما كاملين اللي دويت عليهم في هذا الفيديو وغادي نعطي دي تيتر اكثر في فيديو جايه ان شاء الله اللي غادي نوريكم فيها كاع لي جو ويو اللي عندي ولي جو ديجيتال اللي كيستاهلوا في الكونسول ثانيا حيت هي الترناتيف او اوبسيون اخرى ليا باش نلعب في دي جو جيم بوي ادفانس ودي اس في التلفازه او في الجيم باد كتبقى اوبسيون زوينه بالنسبه ليا انا اللي ما كيبغيش يلعب في دي زيكرون صغار وسورتو لي جو دي اس وهذه حتى البي سي ما يمكنش يقدر يديرها انك تلعب سور غران تيكرون زائد الجيم باد تاتش سكرين يعني اوبسيون رائعه باش نلعب في واحد 40 او 50 جو دي اس ماشي في الكونسول دي اس وانما في الويو في تلفازه كبيره لا ويو كيف ما شفتو ما كانتش كونسول ناجحه لنينتاندو ما باعتش مزيان نهائيا اخر رقم ديال المبيعات ديال الكونسول كيقول بلا ما فاتتش 13 مليون ونص ديال كونسول في العالم وهذا رقم ضعيف بزاف بالنسبه للكونسول دو صالون اون كونسول اللي غتبيع فحال داك الرقم ما غاديش تنجح في السوق واخا تكون زوينه دريم كاست اخر كونسول ديال سيغا كانت ما فاتتش 10 مليون كونسول في العالم وكتعرفوا شنو وقع لسيغا من بعد دريم كاست خرجت نهائيا من المارشي ديال لي كونسول مع ان دريم كاست كانت كونسول زوينه الجيم كيوب ديال نينتاندو براسها ما كانتش نجاح كبير ما وصلتش 22 مليون كونسول في العام في حين ان البي اس 2 اللي كانت نفس الجينيراسيون وصلت 155 مليون كونسول والجيم كيوب كونسول زوينه عقلتو فاش قلت غادي نرجع للسميه من بعد ويو بقي عقل مزيان في الصيف ديال 2011 في الاو 3 فاش انونساها ريجي فيسيمي اول مره نينتاندو عطات لو نون اوفيسيال ديال الكونسول وي يو وقبل ما يانونسيه بقى كيقول كيفاش وي يعني حنا كنفكروا في سيستم جديد اللي غادي يجمعنا معاكم نتوما
يو يعني لجيمرز اتسيتيرا. داكشي علاش عزلو سميه وي يو، واللوغو ديال الوي كان فحال ديال لاوي، وداك يو كان صغير بالزرق. الماركتينغ صراحه ما كانش كلير وكان ناقص بزاف، قتل لا كونسول من النهار الاول. الناس كانوا كيسحاب لهم الويو اكسسوار طابليت ديال لاوي وماشي كونسول جديده، يعني فريمون كانت كونفيوزيون سورتو حيت خلاو وي في سميه وزادوا يو صغيره، حتى من لا كولور بيضاء فحال لاوي، هادشي اللي زاد تلف بنادم. علما ان لاوي ديك الساعه كانت مازال شعبيه بزاف وكانت اكثر كونسول دو صالون نينتندو في المبيعات في العالم، يعني الوي حتى هي ما خلاتش الويو تلونسا مزيان واخا انديريكتومون. وحتى من الاشهارات كانوا لا علاقه، هما بينوش مزيان لي جو والكونسول، وكانوا مشهورين بزاف سورتو في امريكا الشماليه بكونهم من لي بوبليسيتي العيانين بزاف ديال نينتندو. داكشي علاش نينتندو عودات انونسات الويو بطريقه اخرى في الاوتروا 2012، ولكن سيتي شويه تخوطا. بزاف ديال الحوايج اللي دارتهم الويو دازوا للسويتش. نينتندو استفدت من الخطا ديالها مع الويو وخدات بزاف ديال لي زيدي منها وعوداتهم بطريقه احسن وافيكاس في السويتش. بلا ويو ما كانتش غتكون سويتش كيف ما كنعرفوها دابا. وحتى في لي جو بزاف ديال لي جو سويتش ولي جو ناجحين فيها راهم غير دي بورتاج جايين من الويو. لا ويو كونسول عندها اون بيرسوناليتي، ليكسبيريونس فيها يونيك بزاف، وعدد كبير من لي جو فيها اكسيلون. وخا الكاتالوج ما كبيرش بزاف، لا ويو مثال ديال اون كونسول دو جو فيديو اللي فيها لا كاليتي وماشي لا كونتيتي. فايت ليكم دوزتو كونسول ويو او لا مازال عندكم تال دابا، او يمكن ما عمركم ما لعبتو فيها، او لا كتفكروا انكم تاخذوا شي وحده؟ خليو الاجوبه ديالكم في دي كومونتير. غادي ندير فيديو اخرى اللي غنهضر فيها على الكوليكسيون ديالي ويو وغنعطي معلومات ديتاي اكثر على لي جو. ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو، بارطاجيوها بارتو، نتلاقاو في حلقة أخرى إن شاء الله.